اتوقع انها صفحه المفروض تنطوي شبابيه. الحين المفروض يتفرجون على العقد اللي موجود ويشوفون اللي لهم واللي عليهم موجود وشو، لان الان خلاص يعني خذ اللي لك وعط خلاص. انا بس ابحث في التفاصيل اللي موجوده وتفاهم مع الطرف الاخر اللي متعاقد معه بالنسبه، وهي درس الان للشباب وللبقيه يعني من مجالس الادارات السابقه. اني بالقضيه قضيه اني والله التفويض المطلق، يعني ترى على فكره مو من الفتره الحاليه، فتره يعني حتى لو رئيس عادي، حتى لو رئيس يعني زي ما يقولون من راس الى اخمص قدمه.